متابعينا لا بلوس، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كون فلي هاشتاغ مشاهير. غادي نبداو الاخبار ديالنا لهذا الاسبوع بافتتاح معرض بيوتي اكسبو نهار الاربعاء بمدينه الدار البيضاء بحضور عدد من نجوم المغاربه والنجوم المصريين اللي كان من ابرزهم الممثل احمد السقا، نهال عنبر، سعيد النصري وخوله بن عمران اللي تم الاختيار ديالها باش تكون الوجه الاعلاني ديال هاد الدوره الجديده من المعرض. وميكرو لالا بلوس كان اكيد حاضر في الافتتاح وما فوتش عليه الفرصه باش يسول النجمات المصريات على الاطباق المغربيه اللي كتعجبهم. كسكس المغربي طبعا، والفراخ على فكره بعرف اطبخ اكل مغربي كويس، بعمل كذا صنف يعني، فعم بعمل الفراخ بالزيتون والليمون صح، وبعمل الكسكس بالخضار او باللحمه او بالسمك، يعني كله بعمله، فده متعلمه حاجه. وحريره بعملها لا كتير يعني، انا كل ما باجي المغرب بحرص ان انا اجيب البهارات بتاعه الكسكس، والطاجين المغربي بحبه جدا، والسلطات بتاعتكم بحبها، والبستيلة طبعا اهم حاجه. يعني بحب البستيلة، بحب الطاجين، بحب اكلكم حلو قوي على فكره، ومطبخ المغربي مطبخ مميز. وتم مساء نفس اليوم عرض فيلم هبوط تراري الممثل احمد السقا بسينما لانكس بحضور عدد هائل من نجوم المغاربه اللي بينوا على الانفتاح الكبير ديالهم على الاعمال الفنيه المصريه. قبل بدء عرض الفيلم درنا مجموعه من اللقاءات مع الفنانين المغاربه اللي تحدثوا لنا حصريا على لالا بلوس على الجديد ديالهم. انا صورت مسلسل مع نفس الشركه اللي دارت تحديدا بالانجليز، ومقرر انه يكون الجزء الثاني ولكن غيكون ما بين المغرب ومصر ان شاء الله باذن الله، يكونوا لقطات في مصر والمغرب. انا فرحان بزاف انني تلقيت الخبر انني غنكون في مهرجان موازين هذه السنه 25 يونيو في منصه سالا ان شاء الله. غادي تكون نايضة إن شاء الله. كنوجد لكم أن شو إن شاء الله إكسيبسيونيل، فيه حب بينو، فيه شكامة، غيكون أن شو فغيمون، ماشي زكريا غفوري غتشوفوا أن شو ماشي بطريقة تقليدية عادية. جديد هو الفيلم التلفزيوني ما كانش على البال مع جهة البحر، والفيلم السينمائي اللي صورناه مؤخرا اللي كيهضر على واحد الحقبة ديال حقبة زمنية اللي قديمة، كنتمنى باش يروق ويعجب المشاهدين. وغادي نساليو الاخبار ديالنا لهذا الاسبوع بتصريح مثير للجدل مصفف الشعر والميك اب ارتست المغربي جواد قنانه اللي كشف من خلاله تفاصيل المشاركه ديالو في الكليب الجديد ديال عمر ورجاء بالمير سدينا، وصرح لنا كذلك على انه مازال كيتلقى التهديدات. اول حاجه انا كنت خدام وعيطت على رجاء بالمير باش نخدم معها الكليب ديالها. بيان سور رجاء بالمير كان كما قالت هي في ديزانترفيو ان شعرها ما يحتاجش نغيروا ليه اللوك مباشره، حنا درنا باروكه يعني وخدمت ليها، ديكو ان الموديل اللي كانوا بغاو تجي ما حضراتش، فوليت انا دخلت يعني بنت وصافي ما دجاجه وسالات. وصراحه طلع يعني باقي نتلقى تهديدات، ماشي ما كنتلقاهمش. وهكا متابعينا غادي نكونوا سالينا الحلقه ديالنا لهذا الاسبوع، وموعدنا كيجدد بكم كالعاده الاسبوع الجاي في حلقه جديده، فكونوا دائما في الموعد.